وحول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة. أهلا بك سعادة الوزير في نشرة الثامنة. إذن هل لك أن تطلعنا سعادة الوزير على الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، وما هي أهم أهدافها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا جزيلا لكم على الاستضافة لتسليط الضوء على الشراكة الصناعية التكاملية اللي احنا سعيدين جدا بالانضمام لها مع أشقائنا في الإمارات والأردن ومصر. طبعا هذه الشراكة جاءت كأحد الحلول للتحديات اللي واجهت سلاسل الإمداد اللي كلنا نعرف عنها آخر كم سنة، وتلبية لرغبات قادة دولنا في تحقيق التكامل الصناعي عبر إحلال الواردات، اللي بالطبع راح يساعد في زيادة كفاءة سلاسل القيمة المضافة، وبالتالي زيادة الإنتاج وفتح أسواق جديدة للتصدير، واللي من خلالها راح تزيد مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وتخلق المزيد من فرص العمل الواعدة للمواطنين. مهم جدا أن نبين لكم بأن الصناعات المستهدفة في هذه المبادرة تتوافق تماما مع الصناعات المستهدفة في استراتيجية قطاع الصناعة للبحرين السنوات من 2022 إلى 2026، واللي تم إطلاقها ضمن خطة التعافي الاقتصادي للحكومة. فمن الضروري أن نقتنص هذه الفرصة التكاملية ونبتعد عن التنافسية فيما بيننا كدول أربعة، وبالأخص في صناعات المعادن والبتروكيماويات والأدوية والأغذية والمنسوجات. نعم سعادة الوزير، ما هي أبرز المشاريع التي تم الاتفاق عليها والإعلان عنها في الاجتماع الثالث للجنة العليا؟ شكرا على السؤال. تواجدنا أمس في عمان لحضور اجتماع اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية جدا مهم للإعلان عن مشاريع بقيمة تقديرية تساوي مليارين دولار أمريكي في قطاعات متعددة. اليوم من خلال هذه الشراكة مملكة البحرين تدخل مجال صناعة السيارات الكهربائية عبر توريد الألمنيوم من خلال شركة غانكو في البحرين مع مصانع إماراتية وأردنية ومصرية، بالإضافة للإعلان عن مشاريع في صناعات الأدوية لمصنعين في البحرين ألفا بايوتك وغلف بايوتك. وودي أمتهز هذه الفرصة أيضا لتوجيه الدعوة للقطاع الخاص الصناعي في البحرين للمشاركة بفاعلية في هذه المبادرة الفريدة والواعدة وتقديم المقترحات عبر موقعنا في وزارة الصناعة والتجارة لدراسة مقترحات المشاريع تمهيدا للإعلان عنها في إن شاء الله في الاجتماع القادم واللي راح يكون تستضيفه البحرين خلال هذا العام إن شاء الله. نعم بالتأكيد هي فرص واعدة تقدمونها من خلال منبرنا هذا سعادة الوزير، ومشاريع رائدة بانتظار أن ترى النور بالتأكيد. شكرا لك سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، شكرا على هذه المداخلة.